أحسن الله إليكم. المرسلة أم مساعد من الدمام تقول: إذا أرادت المرأة أن تحج لكن لم تجد محرما ولا مالا، هل تكون من الذين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا ولو طال ذلك السبب حتى الوفاة؟ بلا شك. وهل عليها شيء في ذلك؟ لا. وهل يجوز لها أن توصي بالحج عنها، أي حج الفريضة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي لا يستطيع الحج إما لفقره وإما لعجزه البدني، هذا لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه، وهذا وعدم الاستطاعة مستمرة معه لا يرجى زوالها، فيوكل من يحج عنه، لأنه قادر على الحج بالمال، فيوكل من يحج عنه. نعم.